العزة على الجبل هي عزة الأجيال. المسيح علم بحياته وقد رأوا كماله بشهادة الأعداء والأصدقاء. كلامه بنعمة وحكمة خالي من الدينونة وأعباء التقاليد، فلقد جاء ليريح الناس. قال: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقلي الأحمال وأنا أريحكم، احملوا نيري عليكم وتعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم، لأن نيري هين وحملي خفيف. وقد جاء المسيح ليمنح السلام، سلاما أترك لكم، سلام أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا، لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب. وجاء أيضا ليعطي حياة أفضل. السارق الشيطان يعني لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك، وأما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. لم يكتب كلمة لكن كتبت عنه المجلدات في اللاهوت والحكمة والفلسفة والمنطق والفن وكتب أخرى وأشياء أخرى كثيرة صنعها يسوع. إن كتبت واحدة واحدة فلست أظن أن العالم نفسه يسع الكتب المكتوبة. أمين. اسمع ما شهد عنه نيقوديموس، واحد من عظماء وعلماء الشريعة والدين. هذا جاء إلى يسوع ليلا وقال لهم: يا معلم، نعلم أنك قد أتيت من الله معلما، لأن ليس أحد يقدر أن يعمل هذه الآيات التي أنت تعمل إن لم يكن الله معه. المسيح حازم في جميع مواقفه، لم يتردد لحظة، لم يعتذر، لم تأتي عليه آية كفتوى لتنقذ موقف معين، كان دائما سيد الأحداث. تعليمه شافي للنفوس الجريحة، كلماته بلسم تشفي الروح والجسد، كما قال: كلامي روح وحياة. أشجعك أن تستمر بمشاهدة عزة المسيح على الجبل، وتواصل معنا إذا كان عندك أي تعليق أو سؤال، والرب يباركك.